مشترك بتاريخهم. احنا ابتدينا يوم 8 مارس الاضراب المفتوح بتاعنا بعد اضراب متقطع من اول يناير بدون استجابه. احنا جايين هنا لان احنا شايفين ان احنا جزء من الطبقه العامه، جزء من العمال. المشاكل اللي انا سمعت كل الناس في القطاعات والشركات عندنا الحضارات دي حقائق. احنا مش بس موظفين شغالين في القطاع الحكومي، احنا بنعتبر نفسنا عمال يوميه زي العمال اللي بيتكلموا دول. احنا الحد الادنى للاجور ما بناخدوش. الصوره اللي بتتقدم للمجتمع الوهميه عندنا حوالين العياده والعربيه دي بالظبط 3-4% من الاطباء. احنا عددنا فوق ال 150,000 دكتور متسجل في نقابه 240,000 تقريبا، اكثر من نصهم هاجروا بره البلد عشان يشتغلوا بالسخره في دول الخليج او يهاجروا هجره دايمه لاوروبا وامريكا. واللي موجود في مصر من الاطباء البشريين ما يزيدش عن 50-60,000 دكتور بشري، واقل من نصهم من الصيادله والاسنان. في الحقيقه احنا الظروف تحت العمل بتاعتنا قاسيه جدا. القوانين اللي عليها قانون 47 عاملين مدينه الدوله زي بقيه الناس كموظفين، بتحرمنا من حقنا في ان احنا نأدي شغلنا كفاءه. ساعات العمل بتاعتنا طويله جدا ما تتناسبش مع طبيعه الشغل بتاعنا. حضرتك ممكن تتخيلوا جراح يقوم بعمليه في اول ساعه من النشريه ومفروض ان هو يأديها بكفاءه وثبات، ومطلوب انه يؤدي نفس العمليه بنفس الكفاءه والثبات بعد ما يقضي 48 ساعه واقف على رجليه، لان احنا ممكن نشتغل 48 ساعه نشرتين متواصلتين بدون توقف. نسبه الخطا المتوقعه مننا 0%. نتعرض لبدلات ضعيفه جدا بالنسبه للعدد، نتعرض لمخاطر، الاطباء بيموتوا. عندنا 5 اطباء ماتوا خلال الشهرين اللي فاتوا من الانفلونزا الموسميه والعدوى والمرضى. الاطباء دول بلا العدوى بيصرفوا بالشهر 18 جنيه. ولما بنيجي نتعالج بنتعالج في المستشفيات الحكوميه اللي احنا بنشوف المواطنين بيموتوا فيها بنموت جنبهم. فاحنا بنتعرض برضه لمخاطر خاصه بطبيعه المهنه ومفيش اي استجابه من الدوله ليها. بنتعرض لحرمان من حقنا في تاسيس النقابات. الدستور بيحرمنا من ان احنا ناسس نقابات لان احنا نقابات مهنيه، وبيفرض علينا ان احنا نقابه الاطباء ابقى قاعد انا فيها وجنب وزير الصحه او وكيل الوزاره، كلنا زي بعض وكلنا دكاتره بالرغم ان هو اللي بيقمعني وهو اللي بيفرض عليا شروطه. قاعد انا وصاحب المستشفى الاستثماري اللي ثروته بالملايين والمفروض ان هو اعضاء في نقابه واحده. انا محروم من ان انا اشكل نقابه مع زمايلي اللي بيعانوا من نفس ظروف العمل السيئه، المفروض عليا ان انا ابقى في نفس النقابه مع الطبيب اللي دخله قد دخلي الملايين المرات. احنا محرومين من حق الاضراب، وكنا استطعنا ان احنا نكسر ده لان تعديلات قانون العمل الجديده بتكون خطر مخطط على حياه المواطنين وسلامتهم وصحتهم. طبعا احنا عاملين بروتوكول الاضراب في خلال اكثر من 90 يوم اضراب من ساعه 2011 حتى الان، مفيش عيان واحد مات بسبب الاضراب. عندنا خط سائق للشكاوى، ما طلبناش شكاوى بخصوص حياه المواطنين عشان نتفادى النقطه دي، بس دايما بيحصل تنكيل وتهديد ضدنا، وكان ده حصل قبل المجلس العسكري في اضراب 2011 بان القانون بيمنع ان احنا نضرب في المنشات الحيويه زي المستشفيات. باختصار حياه الطبيب ما تفرقش عن حياه العامل. طول الوقت شايل شنطته على كتفه وبياخد نبطشيه في المستشفى دي او في المستوصف ده، بيطلع من العياده دي للعياده دي، بيأدي شغله في المستشفى الحكومي او ما بيأدوش. الاختلاف ان احنا بقالنا 3 سنين او اكثر بنناضل ان احنا نغير الوضع ده، بنناضل ان احنا نغير اوضاعنا، بنناضل ان احنا نغير القوانين، بنتحد مع بعض. احنا عملنا اضراب لمده يوم واحد في 2011، ده كان كل قدرتنا. قدرنا ان احنا نستفيد من خبرات بعض وان احنا نطور من نفسنا، وعملنا بعدها اضراب 80 يوم في 2012، برضه ما خدناش حاجه. بتتعدد الحكومات والانظمه وما بناخدش حاجه، ما بتتعدلش القوانين، ما بتشافش الظلم اللي علينا. احنا حاليا في اضراب في اسبوع الثالث، المره دي ده اضراب الصيادله والاطباء البشريين والاسنان زي ما انا قلت. في قطاعات كبيره من التمريض متضامنه معانا، في قطاعات كبيره ابتدت تفهم ان المشكله بتاعتنا مش مشكله فلوس. احنا نجحنا ان احنا نعمل مشروع بينظم المهنه بتاعتنا اللي هو مشهور باسم كادر المهنه الطبيه. المشروع ده فيه 30 بند، منهم 27 بند بيعدل من طبيعه المآسي اللي بنتعرض لها من حيث ساعات العمل، من حيث القوانين بتاعه الترقي وغيره وغيره وغيره. نجحنا ان احنا نصمد وان احنا نوصل للمفاوضات بتاعتنا لوزير الصحه ونجبره ان هو يقعد معانا ويعترف بلجنه الاضراب. نجحنا ان احنا نحصل على موافقه وزاره الصحه على القانون اللي عملناه دوت. نجحنا ان احنا نوصل لرئيس الوزراء باشمهندس ابراهيم محلب، طلب مننا ان احنا نستنى 3 شهور. في الحقيقه احنا كنا ردنا كان قاطع ان احنا نرفض ان احنا نستنى يوم واحد. اذا كان هو بيطلب مننا ان احنا نستنى 3 شهور، هل هو يضمن ان هو يستنى 3 شهور في منصبه؟ احنا رفضنا دوت وعملنا مسيره من قصر العين توجهنا بيها لمقر رئاسه الوزراء، ونجحنا ان احنا نغير القرار دوت ان احنا نقعد مع عمليه. كان عندنا لقاء مع عمليه السبت اللي فات، متاجل للسبت الجاي عشان يشوفوا قرارنا في الجمعيه العموميه.
احنا شايفين نفسنا جزء من الحركه العماليه، او انا ادعي ان انا شخصيا شايف ده، وشايف ان توحيد النضالات ما بين كل اللي بيشتغلوا الاجر في مصر سواء عماله موسميه او مؤقته او يوميه او موظفين في القطاع العام، كلهم بيواجهوا نفس العدو، كلهم بيواجهوا نفس الظلم، وكلهم لازم يتوحدوا عشان ياخدوا حقهم. غير كده مش هيبقوا لنا النجاح. احنا قوتنا زادت لما توحدنا مع بعض، قوتنا زادت لما انضمينا على الصيدله والاسنان، قوتنا هتزيد لما نضم القطاع الصحي كله، وبالتاكيد في المستقبل هنسعى ان احنا نضم بقيه الزملاء من العمال اللي بيعانوا في كل قطاعات الاعمال والعمال الموسميه او غير المنتظمه واليوميه. المد ايدنا ليكم بنقول ان تحسين القطاع الصحي مش هيجي بس بنضال الفريق الطبي، انما بنضال كل العمال وكل المجتمع المصري. نتمنى انكم تدعمونا في الاضراب بتاعنا. شكرا.